لك يا غلات يا جمال بنات الحمايل يا بنتي يا احلى عروسه يا نور عيني وماها من امك القفا انشد جدك التهاني تردد انا امك وفيك افرح وانت الحياه ضياها شوفتها باللبس الابيض تسر عيني بهناها هذه رغد الاميره اجمل بنات الجزيره في حسنها والوصايف هي فارقه بمستواها الليله بنتي عروسه والله يتمم هناها والفرحه فرحه كبيره يا جعل دايم عساها في الزين مهره اصيله فيها الوصوف الجميله بالحسن والملح كله ربي وهبها وعطاها الوجه بدر الليالي والخد برق الخيالي شهانه العين والله متفرده في حلاها الليله بنتي عروسه والله يتمم هناها والفرحه فرحه كبيره يجعل دايم عساها بنت الحسب والاصايل من نسل روس أصيلة من نسل غالي ويا بخته اللي خذاها رغد الله يحماها والله يحقق مناها أسعدها يا رب دايم واسعد أهلها معاها الليلة بنتي عروسه والله يتمم هناها والفرحة فرحة كبيرة يجعل دايم عساها الليلة بنتي يا اجمل بنات الحمايل يا بنتي يا احلى عروسه يا نور عيني وماها من امك القفا انشد جدك التهاني تردد انا امك وفيك افرح وانت الحياه ضياها شوفتها باللبس الابيض تسر عيني بهناها هذه رغد الاميره اجمل بنات الجزيره في حسنها والوصايف هي فارقه بمستواها الليله بنتي عروسه والله يتمم هناها والفرحه فرحه كبيره يا جعل دايم عساها بالزين مهره اصيله فيها الوصوف بالحسن والملح كله ربي وهبها وعطاها الوجه بدر الليالي والخد برق الخيالي شهانه العين والله متفرده في حلاها الليله بنتي عروسه والله يتمم هناها والفرحه فرحه كبيره يجعل دايم عساها بنت الحسب والاصايل من نسل روس واخلاق ينفح شذاها بنت الشيوخ الاكابر اهل الفخر والمفاخر اصيله من نسل غالي ويا بخته اللي خذاها رغد الله يحماها والله يحقق مناها اسعدها يا رب دايم واسعد اهلها معاها الليله بنتي عروسه والله يتمم هناها والفرحه فرحه التواصل 0502 219 323